احنا وصلنا، يلا وصلنا عند رحيم الحق المطر. هو فين وجاي؟ انا غادي نمشي للموطر يردك. مش انت صافي غادي نمشيو ندخل. يا ربي ما نلقاش يعطوني دغيا دغيا، خلينا نمشي نقضي غراضي. راه حنا كل نهار هنايا راه مصيبه. هاد رحيم كي يحط الموطر ماشي. احنا باقي نتسناو قدام الدكتور. السلام عليكم اخوتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحتكم لاباس؟ اموركم عزه عليكم؟ كما تشوفوني راني جيت عند الطبيب وجيت عند باش ناخذ التحاليل ديال الوالده. راني اش نقول لكم، جايه وحالتي حاله وما غادي نعرف النتيجه وما نعرف شنو كاين، حتى غادي يطيح فيا النص. الوالده حتى هي مسكينه راها عيانه وكتسنى، وان شاء الله يكون خير يا ربي. ودابا جيت انا عبد الرحيم باش ناخذ ان شاء الله التحاليل ولو التلفازة باش نشوفوا الوالده اشنو عندها بالضبط، وغاديين في الاجراءات ديالنا وان شاء الله يكون خير يا ربي. وكنت نتمنى دعواتكم اخوتي، الله يحفظكم. رحنا كنا غاديين في واحد الجهه ولينا ثاني غاديين في جهه اخرى، رحنا تلفنا وما بقينا عرفنا فين غادي نمشيو. ودعواتكم للوالده ديالي، الله يحفظكم والله يسر امركم بالشفاء ديالها يا ربي. امين، نحط من قلوبنا وان شاء الله يكون غير الخير يا ربي، هادشي نتمنوه يا ربي. وها انتم راني جيت عبد الرحيم نتسناو داك التحاليل يخرجوا لينا ورا داك التلفازه باش ندو ان شاء الله نقريوها ويكون خير ان شاء الله. وتتبعوا معنا ان شاء الله يا ربي. ايوا هذا مكان رحيم. لاباس بخير مشاهدين، رجع ربي يحفظكم. خلينا الوالده نطلبوا الشفاء الله يجعل ربي يحفظكم. هي ديجا غناخذوهم ندوها الوالده ونقول الخير ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي. باقا مشيت عند الدكتور الاخر، علم الله شحال من بعد الدكتور. الدكتور يدوزنا عنده باش يقرا لينا النتيجه. وخليكم معنا خوتي مشاهدين، كي دايرين؟ لاباس بخير؟ صحتكم لاباس؟ هاهي جميله قدام الطبيب تسنى واحد التحليلات ديال الوالده، ها الله يقولوا لينا شي كلمه زوينه يا ربي. نلقاو معنا خوتنا رجع رجع ربي يفوق الجميع. مشيت نسول على النتيجة، وقعدت يتسنى شوية تخرج. دابا الوحدة هادي يا مس جالسنا نهار كامل من 11 حتى 5 اليوم جينا ما غنلقاونا في الجو. الجو كاين هنا زوين ديال البحر زين مبرده. هنا برده صح، راه البحر فين راه بان من هنا. وحنا نتسنى اختي عاد بغينا ما تلقونا دغيا باش نمشيو غنطيب لاخر باش يقرا لينا النتيجه. ها انتم اخوتي على سلامتنا، انا ركبت انا عبد الرحيم سير سوق مزيان. ركبت انا عبد الرحيم، احنا جينا على خرجوا لينا وبقيت كنتسنى شحال واش غادي نديروا، نتسناو بحالنا بحال الناس ما عندنا ما ندير. الصبر تو ساكن عليهم الضغط، عليهم الضغط صافي. وخرجوا لينا التحاليل قلنا غادي نمشيو للطبيب. شفت الطبيب الحكيم يقول لنا اشنو التحاليل؟ يا ربي خير يا ربي. والوالدة ما عندك والو، قولها سيري حضي دجاج وسيري كولي وشرب. هادشي قالت لك اللي بغيت، قالت لك بغيت انا نسرح نحضي عاد دجاجي ونحضي بقرتي وندور حدا خايمتي. قالوا لي لا هادي لا دي كتصدعيني. هذاك الشيء علاش ما كانتش ما تجي معايا؟ قالت لي ما تصدعينيش، غادي يقولوا لي شي حاجه غير مرضوني براسي. ولكن ضروري ما ندوزو ليها ضروري. هاتوا معايا خويا خليكم حنا غادي نعجب. انتوا مش هكون ان شاء الله طيب، كل خير ان شاء الله يا ربي. الله يجيب الشفاء، الله يجيب الشفاء يا ربي. السلام عليكم. ودابا اخوتي وصلت اللحظه الحاسمه اللي دازت عليا انا عبد الرحيم، كل ثانيه وكل دقيقه
كدوز بالفقيس عرفتي ديه ولاو كيترعدوا قبل ما يقرا الطبيب التحاليل ويقرا داك الشيء اللي قال لنا. اش نقول لكم راني تخطفت وليت كنرجف صافي وليت قاعد كنشوف فيه ونشوف ليه في الملامح ديال وجهو كيفاش كيعبر صافي تهديت يعني هادشي ديال الطباء وهادشي ديال الجريان مع الوالدين راه شي حاجه الله يعلم بها غير الله سبحانه. لم يعرف شلوه فقيس كبيرة وكانوا توقفوا مبقوش كيخدموا بمرة غيكون على خير لا ما تخافيش منهم ولا كيحيدوا من الناس يعودوا لابس انا قال لي انا شوفي وام وام شوف ولا ولا ما تحسيش بشي حاجة لا لما حيتيهمش غادي مرضو بزاف اه ما تكون كوفي اه انا عاد بحال على تحليل تبقى يقرا فيهم ويدير هكا شوف انا راني صافي وجشت شيت عند الله قال لي راني ورقه ديال الدواء عاد نديري ها شوف راه شحال من واحد حيدهم وبخير راه عندك شي حاجه خايبه قال لي راه عندك حاجه خايبه ولكن قال لك احتياط نحيدوهم قبل ما يخلقوا لنا في الحوايج خايبين. وين دابا غايشوفهم اللي مكلك واش مكلك تفتحي؟ اه واش مكلك تفتحي ولا ما يمكنش لك تفتحي عليه؟ ماشي على دروكا هو راه ما فيهش ذاك المرض هو راه هو راه دابا يدير لك تحليلات ولكن كيتوقع فيهم داكشي دابا ما تخافيش دابا ما قال لي ما تخافيش قلت له واش كاينه شي حاجه قال لي لا ما تخافيش دابا غادي ديري لي تحليله حنا شنو درنا ما عرفت فيهم انا عرفت فين درت راه عندك درنا التحليله ديال الكوا والناس اللي دايزين من هذه المرحله قولوا الوالده في الكومنتات حنا غنقراو ليهم نقول لها اشنو يعني ناخذ تجربه من عندكم وناخذ تجربه من عند الناس اللي شفتوه بعينيكم ولا شي حاجه الله يحفظكم الله يسر امركم ما تبكيش غادي يكون غير بخير ماشي شي حاجه خايبه راه لاباس